أورد موقع يمن مونيتور تقريرا عن عودة العلاقات بين قطر واليمن وكيف سيكون لها تأثير، حيث يتوقع محللون أن لا يكون هناك أي انعكاس من أي نوع في عودة العلاقات بين اليمن وقطر على موضوع الحرب في الأولى وخاصة خلال الفترة المتوسطة القادمة. ويشير المحللون إلى أن سبب ذلك يعود إلى تبني الولايات المتحدة الأمريكية لموضوع الحرب في اليمن، وهو ما يعني ضالة تأثير الأطراف العربية بذلك الاتجاه، متوقعا أن تلعب الدوحة دورا مسهلا لأي تحرك خليجي أو عالمي لأي نوع من المبادرات. ووفقا لآخرين فقد كانت قطر ذات دور بارز في اليمن خلال ثورة فبراير، والأمر ذاته عقب إعلان التحالف العربي لقتال جماعة الحوثي والتي كانت أيضا من الدول المشاركة فيه، فضلا عن دعمها المالي لوزارة الخارجية اليمنية، مما يعني أن عودة العلاقات بين الحكومة اليمنية وقطر سيكون له أثرا إيجابيا.